ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. الشيخ الشريف حميد بن حمود آل نامي وإخوانه ومرافقيه، أهلا وسهلا بكم، شرفتمونا في هذه الليلة. الضيوف الكرام، الإخوة الحضور، يسرني أن أرحب بكم في حفلنا هذا الذي يقيمه أبو سلطان الشيخ سعد بن بني الحازمي وأولاده، ترحيباً وتكريماً وفرحاً بزيارة الشيخ الشريف حميد بن حمود آل نامي ومرافقيه وإخوانه. بداية الحفل ستكون كلمة لمستضيفنا الشيخ أبو سلطان سعد بن بني الحازمي، يلقيها نيابة عن ابن أخيه الدكتور فيصل بن غازي بن بني الحازمي محافظ محافظة خليص، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. الشريف حميد بن حمود النامي وصحبه الكرام، ضيوفنا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، نيابة عن عمي العزيز الشيخ سعد بن بنية، نحييكم ونرحب بقدومكم الميمون، فأهلا وسهلا بكم، نزلتم أهلا ووطأتم سهلا. يا منبع الفخر والعز، نحييكم بتحية، تحية من القلب يطيب شذاها مسك ورياحين، وتحمل في طياتها حبا ووفاء واحترام. أهديكم سلام عمي سلاما، لو رفع للسماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكان كساء سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحر لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. فمرحبا بكم تحية تعاننا السماء، لقد شرفتمونا وادخلتم الفرح والسرور لكل من شاركونا في هذا المحفل البهيج بتشريفكم الذي نتمناه غاية المنية. فما لكم بنفوسنا لا تؤطره الكلمات ولا توفيه العبارات الترحيبية، فمرحبا ألف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً أبو عبد الرحمن على هذه الكلمة والترحيب. لضيفنا الشيخ الشريف حميد بن حمود آل نامي كلمة بهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم. الشيخ الفاضل صاحب الدعوة أبا سلطان حفظه الله وجزاه خيرا، الإخوة الكرام من المشايخ والنبلاء والجيران والأحباب جميعا، مرحبا بكم في دار أبي سلطان، ويحق لي وأنا الضيف أن أرحب في دار أبي سلطان. باسمي وباسم رفقائي أولادي وأبناء إخوتي وأبناء عمومتي، نشكر لكم جميعا، نشكر لمضيفنا الكريم ولكل من حضر وتواجد في هذا المكان، نشكر الجميع على هذه الحفاوة وعلى هذه الروح الطيبة التي مبعثها القيم والصدق ومحبة الضيف وإحياء السلوم الطيبة. في هذه الليلة نحن نستشعر القيم والعادات الأصيلة التي أدركتموها وأدركناها في الناس جميعاً
سواء من قبائلنا أو قبائل هذا البلد المبارك الذي حباه الله بهذه الطباع الطيبة وهذه الصفات الحميدة وهذه السجايا النبوية الكريمة، وحباها الله بوطن عظيم بالانتساب إليه، وأخيراً بهذا النظام المبارك الذي ائتمنه الله على هذه البلاد العظيمة، ورموزه وقادته الكرام الذين يصلون الليل بالنهار لخدمة هذه البلاد وخدمة هؤلاء المواطنين، فجزاهم الله عنا خيراً. مرة أخرى أحيي الجميع وأشكر الجميع على هذا الحضور وعلى هذا التواجد. إني أشعر أن كل واحد منكم هو بمثابة مضيف، وأرى في كل وجه من وجوهكم المباركة نور الصدق وحسن الضيافة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتولاكم بجزائه بما هو أهله، ومن كان جزاؤه على الله فينتظر كل خير. إخوتي الكرام، نحن اليوم سعداء بتواجدنا معكم ووجودنا بينكم، ونحمد الله مرات عديدة أن جمعنا بكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه المحبة ويديم بيننا جميعاً هذه العادات الطيبة. هذه السجايا من آبائكم وأجدادكم، ليست بجديدة عليكم، ومصدرها الأصلي هو ديننا الحنيف ونهج نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. والبشارة في هذا الموضوع، هذا الاجتماع الذي تم لله، قال عليه الصلاة والسلام: المتحابون بجلال الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الناس، ليسوا أنبياء ولا شهداء. فوقف أعرابي، البدوي دائماً عنده صدق ما خليها تقرع في صدره، فقال: يا رسول الله، حلهم لنا، وش حلاياهم ذول الناس؟ لا أنبياء ولا شهداء، وهم على منابر من نور ويغبطهم الناس. فقال عليه الصلاة والسلام وكأنه يقول: ما أدراك، ربما أنت واحد منهم. المسألة ليست بعيدة عن أي واحد، عن أي واحد منا يا إخوان. إجابة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم أنتم محرين بهذه المنزلة، وحقيقين بهذه المنزلة، ومستحقين، خصوصاً أن الذي يعطي هذا الاستحقاق هو رب العالمين الذي يعطي بلا حد جل جلاله. فقال عليه الصلاة والسلام: هم أناس من بلاد شتى وقبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله، ليس بينهم مصالح، ليس بينهم قرابة ولا مصالح يتعاطونها، فقط اجتماع لله وفي الله. فهنيئاً لكم بهذا الاجتماع، لنستشعر هذه البشارة التي جاءت على لسان الصادق المصدوق، ونعمل على إحيائها. ليس بالضرورة أن تكون دعوة كدعوة أبي سلطان، ومقام كمقام أبي سلطان، وكلكم حري بهذا، ولكن لو نجتمع يعني اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة، المهم الاجتماع، ليس العدد في حد ذاته، المهم الاجتماع في الله. الله عز وجل ينظر للمسلمين إذ اجتمعوا لله: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده.
أيها الإخوة الكرام، لا أريد أن أتعب نفسي، أن أتعب نفسي في الاسترسال للتعبير عن فرحتي وعن سروري ورفاقي وعن شكري للجميع، لأني لن أستطيع أن أبلغ ذلك ولو بقيت واقفاً إلى آخر الليل، ولكني أستأذنكم في التقصير وأشكر الجميع على التواجد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته إنه القادر عليه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لشيخنا الفاضل الشكر الجزيل على هذه الكلمة الوافية، فالوفاء طبعكم. للشعر مشاركة يشاركنا بها الشاعر عطية الله الحنيطي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدي رسول الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. حقيقة سعيد بهذه الساعة التي أرى الوجوه الخيرة أمامي جميعا، وخاصة حبايبنا الهواشم وأستاذنا الشيخ حميد بن حمود جزاه الله خير. وأنا الحمد لله في هذه الساعة، السلام عليكم، في هذه الساعة، في هذه الساعة الحمد لله إن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وشرفني شيخنا الشيخ سعد بإلقاء قصيدة الترحيب، وشرف لي وشرف لي أن ألقيها محيا بهواشمنا الطيبين الوافين. وحقيقة لست بأشعاركم، فكم من الشعراء، ولكني سأدلي بدلوي. بديت باسم اللي على العرش عالم، منه يسوق الغيث جزل العطايا، الشيخ سعد رحب ربع حوازم، قلوبهم تسعد بوسط الحنايا، الشيخ سعد رحب وربع حوازم قلوبهم تسعد بوسط الحنايا، بالشيخ حميد مرحبا بالهواشم، بالشيخ حميد مرحبا بالهواشم، أخير من يركب أصيل المطايا، الشيخ حميد مرحبا بالهواشم، أخير من يركب أصيل المطايا، أندى بطون الراح، أندى بطون الراح أحفاد هاشم، قصورهم في بدر منصى علايا، أندى بطون الراح أحفاد هاشم، قصورهم في بدر منصى علايا، شيخا كريم النفس، شيخا كريم النفس، فالخير ساهم، واجتماعها اليوم بالوجهة الطيبة ذي أكبر خير، شيخا كريم النفس في الخير ساهم، يسعى بدعوى الدين حسن الخفايا، عجت بخور هيلها فالنسايم تنطق قلوب مهليا والشفايا، في طاشة عدود الجود دار الأكارم، عذبه ركود المرويات الرهايا، في أم القرى أكرامهم جود حاتم يصيتهم من شام لجبال سايا، يلا حيا بالنو من بحر غايم يفرح به الوبار راعي الرعايا، سالهم بحر يحذره كل عايم ترجب على الديرة بخضر الودايا، يسقي بدر تاريخ بالمجد دايم، دار النصر سجل بحبر الدوايا، أسس عريشه سيد الخلق خاتم، صلوا عليه وسلموا، أسس عريشه
سيد الخلق قايم بالسيف فالكفار حصد المنايا. الدين بلغ خير مرسل وخاتم وصحب الشهادة صادقين النوايا، لعلنا معهم في دار النعايم جنة بها من حور أجمل صبايا. وصلوا على الشافع في يوم المزاحم اللي ينجي أمته من كوايا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. للشاعر صلاح المطرفي مشاركة في هذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير الكل والجميع. نرحب بضيوف أبو سلطان أشراف بدر ومن حضر على شرفهم، وأقول بيتين قبل المشاركة باسم أبو سلطان. أقول هلا يا مرحبا بضيوفنا ترحيبة السفطان، ترحيب المطر في ليل تماني بناسيها، ترحب بالبعيد وبالقريب دار أبو سلطان، عسى ثوب الفرح دايم تحلى به لياليها. وجيهكم بيض. طبعا ما حضرنا قصيدة للمشاركة، لذلك نبي نسمعكم من المحفوظ، فيها نصيحة دائم تطلب مني في المجالس الطيبة اللي مثل هذه، بسمعكم إياها. أقول البارحة دنة تهجوسي تماثيل، وقفة منامي لين قفابي الليل هد وابني بين معنى وتحليل، من شاف حالي قال يلا تعافيه. قمت أقرب المقهاه وشب في النار واحمس من البن اليماني بمقدار، ما شفي إلا الشاذلية والأبهار وقاف بنيته ضافيات معانيه. بديت بسم الله بفلذة فوادي عادل جويد الخال سقم المعادي، لا شفت أصبر عن شرابي وزادي كنه نظر عيني ليجي تحليه. جاني بعد صبر السنين الطويلة من مدة اللي مدته لي جزيلة، اللي لي أضاقت بنا نشتكي له رب الملا خلاق عبده ومعطيه. يا عادل بوصيك يا الذيب سرحان، جملة وصايا خلها نصب الأعيان، مثل الذهب فالوزن غالي بالأثمان، وراع الذهب سعره على الناس مغليه. الأوله وثق صلاتك ودينك، جود عمود الدين والله يعينك، خلك مع الله لا تضيع سنينك، خسران من هو كبها لا تماشيه. وامك وابوك اوصيك تكسب رضاهم، واللي يتمنوا شيء حقق مناهم، مهما نسوي ما لحقنا جزاهم، ما ترضي الله لين والدك ترضيه. وربعك ولو جاتك من الربع زلة، لا تعتبر دمحك خطاهم مذلة، ربعك كما سيف حديد تسله وقت اللوازم كل جرح نداويه. والجار قبل الدار وان جيت نزال، واصحى تجي ابوك في ديار الانذال، جاور احشاء من دارها دوم مدهال، ضيف يروح وضيف مقبل تحييه. شروا من يسمع. واخذ الثلاثة البيض واحفظ عددها، وخلك مع اللي في رصيده رصدها، عزي المن هو من حسابه فقدها، هذاك جنب عنه واصحى تباريه. الجار جارك ما يباله وصاية، وصى على أهل المصطفى بالعناية، اللهم صل على محمد. داره لو ما شفت منها الدراية، واستر عيوبه لا تبين خوافيه. وترى خوي الجنب يلزم لزومي، لا تتركه الأول منايا تحومي، ما يتركه غير النذل والرخومي، والظفر يحسب والنشامة تقديه. والثالثة ضيف العشاء لا نصانا، في مقابله يا فرحتي لا توانا، رحب وعشرك لا تعود ثمانة، زي النباه واجبه لا تخليه. ووصيك باللي حافها الفقر لجاك، تقضي لزومه وانت يضحك محياك، وتمد له مده جزيله بيمناك، والمنفق الله يرزقه ثم يجزيه. وام اليتيم اللي تربي ولدها، ابذل لها المجهود واكسب وددها، وخلى العطاء من يدك يا صل اليدها، والله محصي كل طيب تسويه.
ولا جيت في المجلس ترى الهرج بقياس، لا تظهر الا الجابه اللي لها اساس، انقد كلامك قبل ينقد من الناس، والحر يفهم والاشاره تكفيه، واحذر من اهل السم الابيض وغيره اللي لهم دلال في كل ديره، خلك كما صقر بعيد مطيره، وترى السليم من خالط الجرب تعديه، ولا جالك النمام يبغى النميمه، قل له ترانا ما نحب الظليمه، هرج بلا برهان ما هو غنيمه، واصحى تجيب الهرج ولا توديه، وانصحك لا صاحبت صاحبك تنقاه، صاحب يقف دونك اللي يجيت تنخاه، واللي من اصحاب الرخاء اللي من اصحاب الرخاء لا تلقاه، برخص ثمن بيعه ولا تلتفت فيه، واللي ابليت بعلم شاور من القوم، شهم كريم سبال عاقل وزيزوم، يحلها في ظرف ساعة من اليوم، ولو هي عسيرة حلها ما يعنيه شر من يسمع. واللي ابليت بعلم شاور من القوم، شهم كريم سبال عاقل وزيزوم، يحلها في ظرف ساعة من اليوم، ولو هي عسيرة حلها ما يعنيه. واللي ابتلوك خصوم شد الحزامي، وخلك كما ضلع طويل وزامي، بالحزم تبلغ كل قصد ومرامي، والقرم كل الناس تفرح بطاريه، ولا جالك النمام يبغى النميمة، قل له ترانا ما نحب الظليمة، هرج بلا برهان ما هو غنيمة، اصحى تجيب الهرج ولا توديه، قلته بعد ما ذقت مر وحالي، وجربت في دنياي حال وحالي، لا تامن الدنيا وسود الليالي، حي ضحك فيها وحي تبكيه، هذه وصاتي قبل رز النصايب، تجني ثمرها في زمان العجايب، من والد في الوقت شاف المصايب، واصحى بعدها الدرب يا ابوك تخطيه، وختامها صلوا على اللي هدانا، اللهم صل على محمد، وختامها صلوا على اللي هدانا، للرشد بعدنا العكسه مشانا، والله يثبت في طريقه خطانا، وعلى صلوا عد فرض نصليه، اللهم صل على محمد، وحياكم الله باسم ابو سلطان الكل والجميع. نشكر على هذه المناسبه شاعرنا الفاضل الاستاذ عمر بن هجرس الحازمي، له قصيده ترحيبيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله مساءكم، ويا مرحبا وهلا في دار ابو سلطان. حبيت ان اشارك في هذا الاجتماع المبارك ببعض الابيات، ولو اني انا ماني شاعر، ولكن حاولنا في الموضوع هذا للوجيهة الطيبة. قلت زان الشعر وانت شاب الفرح طربان، وفاحت بوارح خاطري للوفيين، مرحبا ترحيب من قلب ولسان بقدوم وحضور الرجال الكريمين، مرحبا عموم من دون نقصان بكل من لبى الدعوة وقال حاضرين، مرحبا بالضيوف وربعنا واخوان، وهلا بالضيوف وكل الحاضرين، مرحبا بالجميع شيب وشبان، ترحيبة مثل المسك وعطر ورياحين، مرحبا اعداد ما ينزل من المزن هتان، واعداد ما لبوا جميع المسلمين، وحياكم الله ترحيب له برهان، واعداد ترحيب له برهان، وهلا وهلا بلي على درب الوفا ماشين، وحياكم الله عد براق الامزان، ومرحب وترحاب الوف وملايين، يا زين جمع الاحبه عند الرجال الكرامين، يفوح فيها الهيل غالي وثمين، والشكر لله ثم لابو سلطان، عزيز النفس نسل الشياهين، جر عليها الطيب تاج وعنوان، من أسرة فيها المراجل وجزلين، وتمت وصلوا على نسل عدنان،
محمد رسول الله شفيع المسلمين وسلامتكم. نشكر للأستاذ عمر هذه المشاركة، للشاعر مسحل بن نجا السلمي أبيات في هذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الحقيقة محل أبو سعد هو محل الجميع، فنرحب بالحضور جميعا. وأصبت لما قلت أبيات، فهي فعلا أبيات وليست قصيدة، لم ترقى لهذه المناسبة لكن الوقت ما سعفنا فاعذرونا على القصور. يقول: في لحظة فيها تعد المواقيف، كل يبى قسمه مع طوال الأيمان، حضرت وأنا في يميني معي سيف، سيف الشعر والشعر للسيف ميدان، وهجوز شعري مثل مزن مراديف، هلت على فكري من النوى ربان، ورقيت هروس الحجي والمشاريف، وأنا بما يرضي هل الطيب طمعان، الضيف ابن نامي ما يحتاج تعريف، من صفوة الأشراف من نسل عدنان، ورقيت هروس الحجي والمشاريف، وأنا بما يرضي هل الطيب طمعان، الضيف ابن نامي ما يحتاج تعريف، من صفوة الأشراف من نسل عدنان، ومعزب الضيفان ومقدم الكيف، من روس حرب الحاتمية أبو سلطان، باسمه هلا يا مرحبا زود تشريف، اسم السعد للمجد والعز عنوان، يا مرحبا حييت مليون يا ضيف، لك في القلوب وبالعيون أجمل أوطان، يا مرحبا في حلال راعي المعاريف، وأنا من السلمان دربين الإيمان. سلامتك. شكرا شاعرنا السلمي، جزاك الله خير. الشاعر عبد الله الريشي مشاركة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حيا الله الضيوف عند أبو سلطان. الشاعر بديوي رحمة الله عليه، شاعر الشريف عبد الله بن عون، الرجل هذا ميت له 140 سنة، نبي نعطيكم جالس له في الكرم وفي دنياك هذه كلها هزقوك، ما تعرف الصاحب من اللي معاديك، واكثر كلام الناس بالمكر والبوق، يهرج معاك ويا تقفيت يرميك، المال دايم صاحب مرتفع فوق، والقل خايب لو ترفعت يرخيك، وعزي لي من دور لها عندي مخلوق، أما من ولا بخل يوم يعطيك، أوصيك بالطيب ولو كان لك ذوق، ترميه وراك ولازم انه يلاقيك، يا عبدي هوين كل مطرود ملحوق، لا تشتحل لك رب ما هو مخليك، اللي جعل لك روح جعلك مرزوق، كما تكلف بك من الخلق يعطيك، يعطيك باب الرزق ما هو مغلوق، وليا طلبته وانت محتاج يعطيك، الرزق له حبسة وله وقت مطلوق، وان مت ظل عند قبرك يباريك، والموت جاياك لو تقع جوف صندوق، دعنك بابك من حذر يوم يطريك، ولا تشتغل بالمال ترى المال ممحوق، ما مالك إلا ما تمده أياديك، وإن كان مالك يا فتى ضيق السوق، تراه عند القبر ما هو من عجيك، والضيف والواي والضيف والعاني لهم شرط وحقوق، والجار والعاني لهم شرط وحقوق،
والضيف واجب تكرمه يومي الفيك، وإن كان يودعك تكسب المدح مطبوك، خلك مشمر دون ضيفك وعانيك. صون الأمانة واظهر الهرج بصدوق، ولا تعاشر صاحب البوق يعديك، ولا تصحب الخاين ولا تامن النوق، ولا احبراق الحياة عذرت فيك. والدرب لا تامنوا لو كنت مرفوق، إلا بحد في يمينك يباريك. وترك طريق كل عاشق ومعشوق، يرمي بروحك فشرك ثم يرميك. والسبع ما يتبعك لو تلبسه طوق، ولا خلاخيل الذهب ما يراعيك. وافرح ليا منك عن الشر مدروك، واحذر صديقك واحذر اللي يواليك. هذا كلام الصدق ما هو مسروق، وبيات يا قلبي بناها يسليك. من هاجس يطميك ما بحر صافوك، واحذر من القلب الشقي يوم يطريك. ويا ربي تجعلني من النار متوك، واجعل ختامي طيبة يوم لاقيك. سلامتكم. ورحم الله الشاعر بديه والوقداني رحمة واسعة، ورحم الله والدي والد جميع المسلمين. شكرا على هذه المشاركة لشاعرنا معاوض السلمي. مشاركة فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بضيوف أبو سلطان، وعندنا حداية ترحيبية بضيوف أبو سلطان. سلام ردية وفا بهل الوفا من طيب نية، إعداد هم للمطر وإعداد صب الشاذلية. ينصر رجال أهل الوفا وأهل المعزة والحمية، ضيوف أبو سلطان راع الطيب كسب الجميل. والثانية باسم الزعيم اللي مواقف قوية، يا مرحبا ترحيبة السفطان باسم ابن بنية. ينصد ضيوف أهل الوفا وأهل المواقف الوفية، وحضورهم عند الرجال أهل اللزوم أكبر دليل. سلام ردية وفا بأهل الوفا من طيب نية، إعداد هم للمطر وإعداد صب الشاذلية. ينصر رجال أهل الوفا وأهل المعزة والحمية، ضيوف أبو سلطان راع الطيب كسب الجميل. والثانية باسم الزعيم اللي مواقف قوية، يا مرحبا ترحيبة السفطان باسم ابن بنية. ينصد ضيوف أهل الوفا وأهل المواقف القوية الوفية، وحضورهم عند الرجال أهل اللزوم أكبر دليل. والنعم في الضيوف والحاضرين كلهم. ضيفنا العزيز عبد العزيز بن فالح الحنيطي يابى إلا أن يشاركنا بهذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والدي الفاضل الشريف
حميد بن حمود آل نامي، ووالدي الشيخ سعد ببني الحازمي. أيها الحضور الكرام، المقام كبير والهمات عالية والوجوه طاهرة وسامقة، ومن باب حب المشاركة كما تفضل الشاعر الكبير السلمي أتيت بأبيات قصيرة متواضعة، ولكن قبلها الحقيقة وأنا جاي جاتني خاطرة من بيتين بالفصحى واقبلوها وللأسف الشديد مكسرة لأن تخصص محدثكم لغة إنجليزية للأسف الشديد وليست لغة عربية. ماذا أقول والضيوف هواشم، أما المضيف غني عن التعريف. ماذا أقول والضيوف هواشم، أما المضيف غني عن التعريف. الكل منا في حبور وغبطة وقلوبنا شرحا بذا التشريف. أما الأبيات، يا مرحبا بشراف شرفت والدار، هواشم صفوة قروم الرجال، يلي لكم في قلوبنا عز مقدار، يلي لكم في قلوبنا عز مقدار، يا مرحبا ترحيب غالي وغالي، ويا مرحب ويا مرحبا بلا فينا من قاصي وجار، ويا مرحبا باصحاب كل المعالي، ويا مرحبا اعداد حبات الامطار بضيوفنا اهل الوفا والكمالي، وشيخنا ابو حمود يا نسل الاخيار، وشيخنا ابو حمود يا نسل الاخيار، دايم حكيم الراي رايك عدالي، اشبهك بالغيث في صيف احار، يا عد مروي عذب جدا احالي، مقدام ربعك وللصعيبات صبار، ثابت وتبتع في صروف الليالي، نعمين نعمين يا شيخ الهواشم والامصار، يا طود شامخ فوق راسي وعالي، واثني على سعد الوفا، واثني على سعد الوفا خير الأحرار، شيال دايم للحمول الثقال يفزع، ولو دون المفازيع الأخطار يفزع، ولو دون المفازيع الأخطار، نرفع له البيضة بروس الطوالي، داره من الضيفان، داره من الضيفان ورود وصدار، داره من اللافين ما يوم خالي، وختامها صلوا على نور الأنوار، إعداد ما هبت جنوب وشمالي، وسلامتكم. شكرا أبا معاذ على هذه الكلمات. ختاما، لا يسعنا باسم الجميع إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ الشريف حميد بن حمود آل نامي وإخوانه ومرافقيه على إعطانا هذه الفرصة ومشاركتنا في هذا الحفل، كما نشكر للجميع حضورهم وتشريفنا. ويسرني أن نتقدم بالشكر لعمي الشيخ سعد بن بنية وأولاده على هذا الاحتفال والاحتفاء، كما نشكر يوسف بن سعد وإخوانه على التنظيم والاهتمام، و
وجزاكم الله خير جميعا، ونراكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير مجددا. أبو خليل طالب مني قصيدة عن المعاميل والدلال، ولي قصيدة أنا فالمعاميل في الماضي وفي الحاضر. يقول: البارح الهاجوس وقد علي، ومما جرالي ما تهنيت بن عاس، أقبل علي البن مثور قضية، قال المكاين ما تساوى بمحماس، ومن بعدها جلهيل يتبع خويه، قال العرب ما عاد تعرف لي قياس، وجزع فران اللي فلا شفت زيه أشرع على اللي ما يعرفه من الناس، وأقبل علي من العويدي رعية روايحه تاصل اليقمة الراس، واني بحس اصوات نجرة الحمية رحنا على صوته وقوف وجلاس، وجني ثلاث مقبلات سوية صفر من الرسلان يجلن الأعماس، تجمع أول كل يشكي خطية وكل كتب شكواه في جوف قرطاس، ولين شكواهم بلا شكلية في وقت نلي مثل بيت بلا ساس، من بعد كانت دلة الشاذلية أبهارها تجلى عن الراس الأعماس، اليوم مهجورة وراحت نحية، صاروا يحطونها تحف في المجالس، اليوم مهجورة وراحت نحية، وبعد المعزة لابسة حل تلياس، راحت معاميل النشامة رمية، وما شوف للمقهى في البيت متراس، مع التطور حمسة البنية والهيل ما يعرف منيات الأجناس، ويا الله يا بادي على كل نية، ويا شايف المخلوق في ليلة الأدماس، يا واحد تفرج هموم البرية، يلي فرجت هموم بدباس، بدباس تفرج هموم كأنها النار حية، وسط الحشا تلهب تضرس، تضر راسه على النبي أزكى صلاة وتحية، عد المطر وإعداد ما هب نسناس. اللهم صل على محمد. صحة أبدانكم. عندنا مجال الكسرة، ودنا نسمعكم مساجلة. طبعا أنا عندي خبر، أهل بدر أساتذة ما شاء الله في الكسرات، لكن عاد حنا اقتبسنا شيء يعني. هذه محاورة بيني وبين عرابي بن سالم القريقر الحربي، ما عليكم زود. يقول عرابي: سلام يا حر مقلاطي، يا مطوع الحرف لو ما طاع، من منهل العرف متعاطي، ومسيت للمعرفة مرباع، كيف انقذلي على الشاطي، كيف انقذلي على الشاطي، والبر خلفه قطيع سباع، عجل ولا تصير متباطي، قدمه بحر والسباع جياع. طبعا انا اجتهدت في رد اسمعكم ايه. قلت: ترحيب يا اصحاب الانواطي، يا العزوه اللي وفاكم شاع، ماني مجامل ومتواطي، بالعكس برقى الحياه لماع، اهدى وداريه واحتاطي، وجهز القطع البحور شراع، ولا ينقص العزم قيراطي، حتى يقال الجهد مضى. الله يسعدكم. حمدان الحمراني كذلك، حمدان بن عبد الحميد الحمراني الحربي، بيني وبينه مراسله ارسلت له اقول له: البارح الفكر والهاجوس والهم صاروا علي اعوان، حاولت في طردهم بفلوس بدكتور يعطي على البرهان، قال المرض يا فتى مدسوس، وفي الطب ما شوف له عنوان، رجعت والقلب فيه حسوس، وسط الحشا تشتعل نيران، وعودت ادور هل الناموس، وذكرت انا صاحبي حمدان شروا من يسمع لاجله يسوس المعاني سوس، شاعر وعنده لها ميزان، فالاصل يرجع الحرب الروس، والشام كله لهم مسكان، يا اخوي قلبي سواتا القوس، واسبابها كثرة الاحزان، ما هو هوى معرف المنكوس، انا تراني من الهذلان. احلكم زود، بس هذه ما فاتت الشاعر يجيكم في الرد. ما هو هوى معرف المنكوس، انا تراني من الهذلان، ابغاك تفتش لي القاموس، وتظهر لي يده من الشريان،
قال أبو ناصر الوقت كله عبر ودروس، والله له في الخلايق شان، فالنفس خلى الأمل مغروس، لا تعلن الياس والحرمان، خلك الحل العقد سايوس، ليكون دكتوركم غلطان، كبل ألم فالحشا محبوس من شان ما هو معك نصحان، وترى الحزن يستحل النفوس وحوال تمضي على الإنسان، وباب الهوى ما عليها حروس وهذيل من جائز العربان، لكن يا مشتكي حاسوس أوصيك بالصبر والإيمان، تلقى الرجاء واقعه ملموس ويحقق آمالك الرحمن. سلامتكم. فيها الأستاذ حمود الوافي، وطبعا هذه فيها شوية هواء تسمحوا لنا نعدها عليكم، يعني ما هي يعني اللي ها يعني لا أنا قلت المقدم هذا عشان حمود الوافي تعرفت عليه عن طريق النت، يعني ما في مقابلة بيني وبينه، وأنا كان رمزي الدكتور في المنتديات أنزل برمز الدكتور، يوم جيت وهو كاتب لي دكتور آخذ شهاداتك فالقيل ولا بعلم الطب، أبغى تخصص دراساتك حتى أشرح المسألة عن قرب. قلت له ما دام فالقيل بصماتك يا حمود نمشي معك في الدرب، الآن عطنا اتجاهاتك وحالا نلبي لك المطلب. قال بيضة بالأخلاق راياتك والعلم ما هو عويص وصعب، تفيدني من بحوثاتك كيف يتقانع فؤاد محب. قلت له الطيب نقراه في أبياتك مثل العسل جاتنا وعذب، عطني نتائج إشاعاتك ونسبة دخول الهواء في القلب. قال هذا الأمر من مهماتك، أنت تقول دكتور، قال هذا الأمر من مهماتك ما دور به بين شرق وغرب، أبغى المجاريح لا جاتك تفكهم من هذاك الغلب. قلت له في الرد الأخير أسمع صدى صوت آهاتك، يلي شربت المآسي شرب، متغلغل الود في ذاتك وفقص الشرايين متشعب، قررت واصدرت وصفاتك عن خبرة سنين ومجرب، احرص على نيل غاياتك الود مالك منه مهرب، نظرة تبدد معاناتك وبسمة رضا من شفاه محب. سلامتكم. المشاركة الأخيرة الشاعر حمدان بن عبد الحميد الحمراني يقول لهود الليل بسكونه يرتاح قلب الخلي وينام، وقلبي تزايد بهطعونه نصبح أنا والمنام أخصام. قلت لصاحبك يفداك بعيونه يا مشتكي من أسى واسقام، بين لي اللي تحسونه حتى معك نتعب الأقدام. قال شفي رماح الحسد دونه والباب محكم عليه احكام، معرف مراسيل يصلونه يبلغونه نباي الهام. قلت له في الرد الأخير دور على شخص تغلونه يدخل على موقعه بنظام، وأهل الحسد لا يشوفونه من شام ما يزرعون الغام. سلامتكم. الشيخ يقول تخصص لغة إنجليزية. اي نعم. مرة نزلنا في عندنا جهاز الكنود الأول حق الصين، نزلت كسرة باللغة الإنجليزية من باب الطرف مفردات فيها، قلت بليز يا فريند تيل مي ناو، بليز يا فريند تيل مي ناو بيكوز يو آر لي تيتشر هاو احتني إن ذا تايم هاو تيك الكوستشن وها تنسى.
جاي جاي ولا ساعة جاي جاي في بالتخفيض أكثر من كذا الله يشرفك أبو حمود نبى الشيبان نجيبه جاي جاي إن شاء الله طبعا جاي جاي مرة أنا مسؤول ها أنا أقبلكم أنا أخذك العهدة كيف يا سلام هو شوف أنت في جنبي أخذ عهدة فيك ما أخذ لا فضة فاكة ولا قوي ولا قوي أصبحنا على خير إن شاء الله لا تكشف أوراقنا عند الأجناب لا تكشف أوراقنا عند الأجناب كرمك الله وين معذبنا الشيخ وين أكرمك الله يا أبو سلطان عسى من حل عامر